وجود وادي دجله، ولعلمك تحمل سنه ونص شغل جامد جدا 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 للحلم ده انه يلعب كاس عالم 2018 في روسيا. وكان في سعيد خالص لانه ما كانش ضمن عمالقه المنتخب الموجودين في التوقيت ده، او ما كانش حد يفكر يستعان به، ولكن يشاء الله بعد التعب والمجهود الكبير اللي عمله ربنا يحقق له حلمه. النهارده هو داخل على 45 سنه وما شاء الله يعني بقى النهارده دخل كاس العالم وحقق الحلم اللي كان بيتمناه. كابتن فكري، الفرحه كانت حلوه، الفرحه كانت صعبه، الفرحه كانت هستيريه، بقالنا 27 سنة لم نتأهل لكأس العالم، وطبعا لما نخش على 2018 تبقى 28 سنة. اللحظات دي عدت على حضرتك ازاي؟ وانت اكيد كنت حاسس ان انت عايز تنزل تقف، عايز تنزل تلعب، عايز تنزل تجيب جول. والله هو الكل التعبير اللي جوايا عمل محمد صلاح. نعم. يعني محمد صلاح لحظات هتلاقي الكاميرا جت عليه عايز يعيط، عايز يصرخ، اني كان فاضل 3 دقايق 4 دقايق والحلم بيطير مني، وطب ازاي يعني انت يعني عارف ايه، بيجي لك سكته دماغيه مش عايز تفكر ان كمان كان فاضل 3 دقايق. ولكن يا شاء العليم بدعوات المصريين، لان حتى خلي بالك كان ضربه جزاء، ضربة جزاء دي كانت ممكن تتصد وممكن تضيع. مش اي حد يا كابتن يعرف يشوطها في الوقت ده. محمد صلاح. نعم. عارف ده وقت عظيم، دي ضربة يعني ضربة جزاء وارد انها تضيع، ولكن عشان فرحة المصريين، المصريين بقى لهم فترة طويلة جدا ما فرحوش. وانت عارف اللي فيها المصريين، يكفي الفرحة اللي انت شايفها في مصر كلها، في مصر كلها، في العالم، جميع المصريين في العالم، حتى في امريكا دلوقتي، في السعودية، في الامارات، كل العالم يحتفل، المصريين كلهم بيحتفلوا. ودي عندي يعني الحمد لله رب العالمين، يعني يكفي ان الواحد يشوف فرحة المصريين من سنة 90، طبعا كابتن ربيع موجود، الفرحة دي ما اتكررتش لمده 27 سنه. وما تيجي دلوقتي في ظروف القهر اللي عاشها المصريين خلال فتره معينه، فيعني الحمد لله رب العالمين، ده والشكر لله، وبنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. باذن الله باذن الله. كابتن فكري، يعني اكيد بعد الجول الثاني يا كابتن، يعني صدقت نفسك؟ صدقت ان احنا وصلنا بعد صفاره الحكم؟ لا، هو طبعا دخل الجول ده، بقول لك انا جات لي سكته ويمكن ده بان حتى على محمد صلاح، جات له كذا لقطه كده عايز يصرخ لما مسك الكوره، حتى عايز يصرخ، فاضل 3 دقائق والحلم خلاص، يعني الحلم كان بيتحقق، وبعدين الحلم بيتلاشى منك. وبعدين بمجرد ما انا شفت منظر ان اللعيبه الاحتياطي كلها بتقول فاضل 5 دقائق، قلت لا هنجيب جول. من منظر سكه الاحتياطي كلها وهي بتنادي بره للعيبه ان فاضل 5 دقايق، انا كنت بقول في جون جاي. والله يا كابتن، كمان انا عايز اقول لحضرتكم، مش عشان كابتن ربيع قدامي، يعني طبعا احنا كنا خلاص يعني هيجي لنا سكته، وكابتن ربيع يقول لي اهدى ان شاء الله ربنا معانا، لسه 5 دقايق ان شاء الله. هو وكابتن اسامه عربي، كلمه رنت في دفوخي بعد ما جت البينالتي، قد ايه هو واثق في ربنا سبحانه وتعالى، وواثق ان منتخب مصر هيعدي، بيقول لي عشان الناس. لا، انا عندي محمود الكبار الصغير قال لي يا بابا هيجيب جول. انت عارف محمود، يا ربنا يخليه لك. يعني قال لي يا بابا هنجيب جول، ما تزعلش هنجيب جول. انا بمجرد ما قال لي محمود الكلمه دي، قلت له يلا بقى الطفل الصغير. محمود ده 8 سنين 7 سنين وده محمود الكبار الصغير، الله يرحمه طبعا، كابتن ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. الذكرى جت يعني عارف كابتن صوري فرحنا كلنا قد ايه، يعني الله يرحمه، وانا طبعا بترحم على روحه في هذه، ربنا يرحمه، وكلنا كلنا كلنا طبعا لازم نتذكره، ربنا يرحمه. يعني حسيت ان انا لا، ان شاء الله هيجيبه، وفعلا انا هوب لقيت كان ممكن ضربه جزاء فيها، خلي بالك. نعم.
يعني دي لعبتين ممكن ضرب جزاء، انا بقول ضرب جزاء مفيش ضرب جزاء، الثالثه ضرب جزاء بس. وضرب الجزاء صحيحه يا كابتن فكري، مش لا لا مش مجامله. صحيح مش مجامله، لا فيها كان ممكن ده حقيقي، ولكن الله يكتب محمد صلاح ده حقيقي حلم 2 مليون في اخر لحظه. يعني تخيل بقى، يعني الكابتن ربيع هو اللي يقدر يقول لك دلوقتي يعني ايه واحد يخش يلعب ضرب الجزاء تدخلك كاس عالم، ده تخلي الحلم لسه تحت. كابتن فكري بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والف الف الف مبروك ليك ولاسرتك ولكل شعب مصر.